إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي يشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة القصر الكبير. الخيرات الربانية، لأن كما كتشاهدوا الخيرات الربانية الحمد لله الخير موجود، الله يعطينا على قد نتاع طبيعة الحال. تساقطات مطرية مهمة كتعرفها منطقة القصر الكبير الآن، أمطار غزيرة بالمدينة في هذه اللحظات. لنا مباشرة من أمام ثانوية هيلي محمدي مدينة القصر الكبير، أمطار الخير تتهاطل وتتساقط الآن على المدينة. اللهم صبا نافعا أكيد متبيل في قناة إسماعيل. تحياتي لك وعليكم السلام ومرحبا بك عبد العالي، مرحبا بك. لأن أجواء ممطرة بالمدينة، الحمد لله أن الشاك الطائر خير موجود الحمد لله، والله يعطينا على قد نفع بطبيعة الحال. الحمد لله أن الخير ديال الشتاء موجود، الله يرحمنا أكيد المتبعين الأوفياء. كيفاش عامل الجو متبين أوفياء لقناة شوف تيفي في المدن ديالكم؟ كيفاش عامل الجو في المدن ديالكم؟ واش الشتا كطيح أو الأجواء عادية؟ المرينة مشات فيها حسن مرابط، طلب الله السلامة أكيد خي حسن، إن شاء الله المرينة ما تمشيش فيها بجهد الله. واش القوادس ديالنا ديالكم متبين أوفياء، القوادس ديال المدن ديالكم قادرين أنهم يستوعبوا هاد القطرات المطرية؟ إذا مباشرة من مدار مولاي علي بوغالب قرب من المقبرة التاريخية مولاي علي بوغالب مدينة القصر الكبير، في هذه الأجواء الجميلة والممطرة بطبيعة الحال، اللي هي الطريق في اتجاه طريق العرائش المعروفة لدى ساكنة مدينة القصر الكبير. فاطمة الزهراء الحمد لله عديل خير الشتاء بطبيعة الحال، الخير الحمد لله خير، الله سبحانه وتعالى دائما كيعطينا الخيرات ديالو. ايوب الجراري تحياتي لك خاي ايوب، مرحبا بك خاي. لان هذه الاجواء الممطره والماطره مباشره من مدينه القصر الكبير، نتمنوا ان القوادس ديال المدينه يكونوا قد الشتاء، ودائما كنطلبوا الشتاء بطبيعه الحال، ولكن خصنا نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعطينا الشتاء على قد القوادس ديالنا. واكيد لان هذه الاجواء الممطره والماطره. فاطمة الزهراء تحياتي لك، مرحبا بك. إذا أنا مباشرة أجواء ممطرة بمدينة القصر الكبير، اللهم صبا نافعا أكيد. إذن مباشرة من مدينة القصر الكبير، المدينة التاريخية، المدينة المنسية، أمطار الخير لا زالت تتهاطل الآن على المدينة، اللهم صبا نافعا طبيعة الحال. علي العربي تحياتي لك ومرحبا بك. أم كلثوم اللهم ربنا ثاني إن شاء الله. وأكيد لأن هذه الأجواء الجميلة والرائعة مباشرة من مدينة القصر الكبير، تساقطات مطرية مهمة كتعرفها المنطقة الآن، اللهم صبا نافعا أكيد ما تبيلوا فيها.
مروان تحيتي لك اخاي، وتحيه ساكنه العاصمه الرباط، تحيه لساكنه الرباط خاي مروان وتحيتي لك. هذه الاجواء الجميله والماطره والممطره بطبيعه الحال في مدينه القصر الكبير، المدينه التاريخيه. طيب هاد الحال اخي عادل، نجيبو لك رزازة اخي، تستاهل كل خير اخي عادل. الا صورنا البارح نهار ديال الحد مع الناس ديال رزازة، الحمد لله رزازة مزيون. طبيعة الحال مدينة القصر الكبير معروفة اخي عادل برزازة، تستاهل كل خير اخي، نجيبو لك رزازة اخي. اخي محمد دواس تحياتي لك، الحمد لله الخير موجود، الحمد لله الشتيبة، الله سبحانه وتعالى دائما كيتفكرنا. نتمنى اننا احنا بطبيعه الحال نتفكروه دائما. اذا كنشكروا جميع المشاهدين اللي شاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه القصر الكبير، وتحيه.